دلوقتي هنتكلم على العظمة دي اللي اسمها كلافيكل. كلافيكل دي هي الانتيرور بون اوف شولدر جيرتل، مكانها في جسم الانسان هنا المكان ده، هي موجودة بالعرض مش بالطول زي بقية عظم اللونج بون اللي ما في الابر لمب، عشان كده بيقولوا عليها اتيبيكال لونج بون، لان هي مش فيرتيكال زيهم، هي هوريزونتال. وما دام هوريزونتال لما احطها في مكانها كده اهون، هقول ان ليها ميديال اند ولاترال اند. اوكي، هنتكلم على التو اندز دول ونفرق بينهم. طبعا احنا عارفين ان هي الانتيرور بون اوف شولدر جيردل، والعظمه دي اللي اسمها سكابيلا هتبقى البوستيرور بون اوف شولدر جيردل، هما الاثنين بيبقوا قدام ورا الابر بارت اوف ذا تشيست، والاربع عظمات يمين وشمال بيعملوا حزام الكتف اللي هو الشولدر جيردل. تعالوا اول حاجه نقارن ما بين اللاترال والميديال اند. لو بصينا على الميديال اند هنلاقي المسافه بين صباعيني، لو حطيت صباع فوق وتحت يبقى المسافه اكبر من الناحيه الثانيه. فاللاترال اند اوف ذا كلافيكل فلاتند كومبريست، كانه مبطط يعني، لكن هنا اكبر. ده الفرق الاول بين الميديال واللاترال اند. الفرق الثاني ان الشافت بين التو اندز مقوس، تو كيرفز، عامل تو كيرف، كيرف ميديال اللي هو ده اكبر من الكيرف اللاترال اللي هو ده. وبكده لما يكون ده الميديال يبقى ده الميديال اند. باكد كلامي ان الميديال اند هو دون بالحجم بتاعه، وبقى كمان الكيرف اللي بدا من عنده دون اكبر من اللاترال. طب شكل الكيرف ايه؟ يقول لي الكيرف ده كونفكس فورورد، يعني محدب للامام، وده عشان يوسع المكان اللي وراه. لما احط الكلافيكل كده ورا الميديال توسرز، في بلاد فيسل ونيرف نازل من الرقبه للابر لمب، عشان كده ده هنا وسعنا. فعشان كده بيقول لي الميديال تو ثيرد اوف ذا كلافيكل از كونفكس فورورد او انتيرولي، والعكس بتاع اللاترال ثيرد كونفكس بوستيرولي. بعد ما عرفنا الفرق بين الابر ومن اللاترال والميديال اند، نبتدي بقى نتكلم على اسم اخر لكل اند. الميديال اند بيركب مع عظمه اسمها ستيرنم في نص الفرونت اوف ذا تشيست، فيسموا الاند ده اسم تاني اللي هو ستيرنال اند. الناحيه الثانيه ده بيسموه اكروميال اند، لانه بيعمل جوينت مفصل مع العظمه دي من الاسكابيلا اللي هنعرفها بعد شويه اسمها اكروميوم. دول التو اندز والفروقات بينهم. تمام، بعد كده بقى نشوف ازاي هنحدد رايت وليفت. بيقول لي انت عرفت ميديال من اللاترال، خلاص فاضل لك قدام من ورا، عرفناها برضه، لان الفرونت اوف ذا شافت اوف ذا كلافيكل الميديال تو ثيرز كونفكس فورورد، يبقى ده السطح الامامي بتاعها والعكس هو ده الخلفي. فاضل بس الفرق بين الابر واللور. ابر سيرفيس سموث املس، لكن lower surface is rough، وهو ده اللي هننهي بيه الكلام عن الكلافيكل. ايه سبب الرفنس في lower surface of the clavicle؟ هنشوف كده مع بعض. في عندي هنا جروف، الجروف ده عشان عضله اسمها subclavius، جروف دون عشان عضله اسمها subclavius، موجود في التلت الوسطاني middle third of lower surface، ادي اول سبب من الرفنس. ميديالي تحت الميديال اند في عندي rough area امبريشن، بصمه كده، البصمه دي معموله بليجامنت جايه من اول غضروف من الفيرست كوستر كارتلج، فيسموا الليجامنت اللي ماسكه هنا وهي سبب الخشونه هنا اسمها كوستو كلافيكولار ليجامنت، عملت خشونه في المنطقه دي. يبقى انا عندي جروف وعندي راف اريا، هنا هون في عندي لاين، واللاين ده ينتهي بالتيوبركل. اللاين اسمه ترابيزويد لاين، والتيوبركل اسمه كونويد تيوبركل، ودول ماسك فيهم جزئين من ليجامنت واحده اسمها كراكو كلافيكولار ليجامنت. كراكو كلافيكولار ليجامنت جايه من الكراكويد بروسيس، دي اسمها كراكويد بروسيس اوف ذا سكابيولا، يطلع ليجامنت منها يروح يمسك هنا. الليجامنت بيتقسم قطعتين، القطعه الخلفيه بتبقى ماسكه في مكان مدبب هنا اهو تيوبريكل، وقطعه زي مربع تمسك في خط اسمه ترابيزويد. فنلاقي هنا في ترابيزويد لاين والكونويد تيوبركل، دول الاتاتشمنت اوف ليجامنت تو بارتس اوف وان ليجامنت جاي من الكراكويد، فيسموها ايه؟ كراكو كلافيكولار ليجامنت، ليها كونويد تيوبركل وترابيزويد لاين. بكده يبقى اللور سيرفيس هيشن راف بالمقارنه بالسموث. ليه؟ عشان اتاتشمنت ثلاث حاجات في الوسط، ماسل وليجامنت وليجامنت. الماسل اللي في الوسط اسمها سب كليفيس، والليجامنت اللي تحت الميديال اند اسمها كوستو كلافيكولار، وتحت اللاترال اند كراكو كلافيكولار. كوستو كلافيكولار وان ماس تعمل بصمه واحده، لكن هنا الليجمنت بتقسم قطعتين لاين وتيوبركل. التو بارتس ترابيزويد بارت كونويد بارت، ترابيزويد بارت اوف ذا ليجمنت تمسك في لاين، والكونويد يمسك في تيوبركل. اخر حاجه بالنسبه للكلافيكل هي المفاصل بتاعتها، قلنا ان هنا في مفصل مع الاسترنم
اسمه ستيرنو كلافيكولار جوينت، ولاترال اند بيبقى في مفصل مع الاكروميون اسمه اكروميو كلافيكولار جوينت. تو جوينتس اوف ذا كلافيكل بيسموهم جوينتس اوف شولدر جيردل. اشهر مكان تتكسر فيه كلافيكل هو المنطقه دي لما التو كيرفز يغيروا مع بعض، الفورورد كونفكستي بقى فورورد كونكافيتي. هنا دي نقطه ضعيفه، ده مكان شهير لكسر الكلافيكل. كلافيكل او العظمه بتبقى اوسيفايد في الجنين، تبدا الاوسيفيكيشن فيها من الاسبوع السادس، بقيه العظم من الاسبوع الثامن. اوكي، فايده الكلافيكل ايه بقى في جسم الانسان؟ بتزق كتفي بعيد عن جسمي، يعني لو ما كانتش موجوده كان يبقى كتفي ساقط قدام صدري كده. كلافيكل بتخلي الشولدر يبعد عن جسمي وبالتالي يدي حريه حركه اكتر لدراعي. الحاجه الثانيه انها بتنقل الويت، الوزن اللي شايله بدراعي للسترنم، ومن الاسترنم عن طريق الريبس للفيرتبرال كولم، وهكذا الويت يتنقل على اللور ليمب اللي هو البودي ويت ترانسميشن، ده هناخده في اخر اللور ليمب. كده خلصنا الكلافيكل. اوكي، ان شاء الله الفيديو اللي جاي هيبقى مع العظمه اسمها سكابيولا باذن الله. اوكي، مع السلامه.